At the end of our last lesson, we learned that speed is one of the factors we need to consider. We need to consider speed while thinking about different collision situations. We have learned that if a fast object collided with another object, it will be able to move it to a certain distance. يعني لو في, حاجة بتتحرك بسرعة خبطت في تاني, أكيد هتحركها شوية. As it moves, part of its kinetic energy to the other object it hits. That's why fast objects tend to make great damages. Unlike if the object speed was low. But now I have a question. Is the speed the only factor affecting objects in a collision? يا ترى speed هي الحاجة الوحيدة اللي بتأثر في التصادمات؟ Our first step to explore that question is to investigate like a scientist. we are going to see the effect of force and speed on the amount of kinetic energy that transfers between objects during a collision. and that's why we have our colleagues today to do our hands-on investigation together. let's prepare the table for them. then we will invite them. Now we are back with our colleagues to do our investigation. Hello guys. Hello. Hello, what's your name? My name is Adam. Adam, how old are you, Adam? Uh, how old are you? I am 10 years old. 10 years old, nice. And how old are you? I'm 10 years old. And what's your name? My name is Rudaina. Rudaina, welcome Rudaina, welcome Adam. عارفين concept welcome. بتاعنا اسمه ايه اللي احنا بندرسه؟ Our concept is called energy and collision. عارفين يعني ايه كلمة collision؟ تجمع. تجمع الانسجام صح تصادم صح تصادم انرجي اند كوليجن هو علاقه الطاقه اللي جوه جسمنا التصادم تمام طيب في الكونسيبت بتاعنا احنا بنتكلم على كل الحاجات اللي بتخبط في بعض تفتكروا حصل لنا مواقف اكيد في حياتنا ليها علاقه بالموضوع ده صح اه حصل لك ايه آه قبل كده كنت في السكول وكنا في بريك فزميلي جاي بيجري جامد قوي فخبط فيا خبط فيك انت حصل لك ايه انا اتزقيت اتزقيت وقعت صح آه. تعرف ايه اللي حصل؟ أوه. ان هو زقك بفورس اوكي وهو بيجري بسرعه كان عنده فورس كبيره هاي سبيد يعني هاي فورس فايه اللي حصل لك؟ جزء من الطاقه بتاعته اتنقلت لك فخليتك تقع تفتكري هو ده اللي حصل ولا في حاجه مختلفه حصلت؟ لا هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل صح؟ <applause> ولا هو كان قصده يوقعه؟ هو هو على حسب برضه يعني لو هو كان قصده يوقعه <applause> لا هو في الحقيقه عمره ما هيبقى قصده يوقعه اكيد هو أكيد. هو حتى لو هو كان بيزقه لازم جزء من طاقه الشخص اللي بيعمل التصادم تتنقل للشخص الثاني فتسبب انه يقع أوكي؟, اوكي؟ طب لو ده بيحصل في الحقيقه بنشوف اكيد عربيات وموتوسيكلات وحاجات كتير حوالينا في الشارع صح؟ هاف يو ايفر سين كار مثلا اند موتورسايكل؟ شفتوا قبل كده تصادم ما بين عربيه وموتور سايكل yes. ايه اللي بيحصل سايكل بيزق بيتزا لان العربيه عامله كاينتك انرجي وجايه بسرعه قوي صح فالاتنين انصدموا فالموتور سايكل اتزق بعيد اتزق بعيد طب لو العربيه كانت ماشيه بالراحه كانت الموتور سايكل برضه هتتزق بعيد لا كانت الريس بتاعتها هتقل ال يعني الكاينتك بتاعتها هتقل ال. صح كان هتبقى عندها لو سبيد فيبقى عندها لس kinetic انرجي فبالتالي مش هتزقها كتير قوي عارفين ده بيفكرني بايه كنا عملنا اكسبيرمنت قبل كده اسمها ريسنج داون هيل كنا بنشوف ايه علاقه السبيد بالكيناتك انرجي كانت العربيه بتنزل على منحدر كده وبتخبط في الكوبايه كل ما نزود المنحدر كل ما الكوبايه تمشي اكتر تفتكروا ليه أه لان أه. لما المنحدر بيتزيد كده بيقل العربيه بتنزل اسرع صح, صح. السبيد كانت بتزيد ومعنى ان السبيد زادت ان الكيناتك انرجي زادت ولا قلت يا زادت زادت تمام تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدا الان